مواقفنا مش لازم تبقى موحده، ولكن اللي لازم يبقى موحد هو ان اي محاولات لشق السق بين القوى الثوريه هي محاولات مرفوضه، تعبيرنا عن ارائنا المختلفه بشكل سلمي امام بعض هو ده المطلوب. الحوار اللي حصل انا اعتقد ان في اتفاق واضح على ان دي جمعه سلميه وان الناس هتحافظ على اختلافها. اول حاجه هتحافظ على اختلافها داخل الميدان، الجميع يتعهدوا بالاستمرار في التعبير عن كل التيارات بكل واستيعاب اختلافاتها. النهارده حضر ممثلين، اولا ممثلين عن المعتصمين في الميدان بكل تياراتهم وكل ائتلافاتهم، وحضر يعني منهم ائتلاف شباب الثوره ومجموعه لجان المحاكمات ومجموعه مشاركه وحراس بوابات الميدان ومجموعات اللي هي الائتلافات المعبره، عدد كبير من الائتلافات، وحضر ممثلين للجماعه الاسلاميه، حضر ممثل للسلفيين، الوحيد اللي اعتذر هو ممثل الاخوان، بس ده نتيجه الارتباطات الطارئه. الندوه كان هدفها ان احنا نخرج بجمعه بلا صدام، جمعه تعبر عن الاراده الشعبيه. انا كان لي اقتراح ان تتوحد المنصات في الميدان إلى منصة واحدة تكون من عليها الكلمات، وأن يكون هناك إماما وخطيبا للجمعة يتفق عليه الكل من الأزهر الشريف، لا ينتمي لأي أحزاب ولا تيارات سياسية. والمنصة السياسية دي منصة بشكل أساسي أصلا اللي هيديرها اللي هيدير العمل عليها قوة إسلامية خبرها. يعني المنصة دي هي منصة تديرها اللجنة التنسيقية مع الإخوان المسلمين وناس من اتفقوا مع الأستاذ فضل عبقاني والشيخ محمد عبد المقصود. يعني دي المنصة اللي هتبقى بتحاول تزق اليوم في اتجاه التوافق الوطني والمبادئ العامة اللي احنا متفقين عليها. في كذا اجتماع تم مع مجموعات إسلامية سواء من الإخوان المسلمين أو التيارات السلفية، مشايخ تعبر عن التيار السلفي وآخرين تابعين للجماعة الإسلامية وائتلاف أحرار الجماعة الإسلامية، وائتلاف أحرار الجماعة الإسلامية مشارك في الاعتصام مع الاعتصام ومع شرعية الاعتصام ومع مطالب الشعب ومع مطالب الثوار. فإحنا اتفقنا كلها على قواعد أساسية ثابتة إن هي بتحكمنا إن إحنا بنجتمع كلنا على المطالب الأساسية. هناك في خلاف طبعا في الرؤى ما بين الجميع، ما بين المطالب الأخرى نناحيها جانبا، حتى لو حد تكلم بيها في الميدان فما فيش حد يعترض عليه، الجميع يتقبل الرأي الآخر بحيث نعبر إن شاء الله هذه المرحلة بخير، وبحيث إن شاء الله تتم أهداف الثورة بإذن الله. طبعا الاختلاف موجود وربنا سبحانه وتعالى جعل الاختلاف ده سنة، لكن هناك هدف كبير على جميع الفصائل الإسلامية وهو وحدة الصف المصري وكون مصر أولا ثم جميع المطالب بعد ذلك ستأتي إن شاء الله تبعها. أهم الحاجات المتفق عليها في الجمعة القادمة هي جمعة بتطالب بمجموعة المبادئ الأساسية، واحد اللي هي محاكمة رموز النظام السابق، إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، محاكمة الضباط اللي هم المتهمين بقتل الشهداء، محاكمات علنية وسريعة ونجازة، مساندة أسر الشهداء في الحصول على حقوقهم، قرار العدالة الاجتماعية اللي هي الغائبة، تفعيل قانون الغدر اللي هو بيستبعد رموز النظام السابق. لو بعض التحرشات يبقى احنا لازم نعديها، لان في ناس عايزه تقع ما بين الفصائل جميعا اسفين بحيث ان يحصل فتنه وضرب، ويحصل لو حصلت لا قدر الله معركه زي كده يعني فيها فشل للصالح. حتى لو اعتدوا علينا احنا مش هنرد يا جماعه، هناخد الامر القانوني ان احنا هنسدد. بس انا عمل اتفاق على تشكيل لجنه من جميع التيارات لاداره الميدان في اليوم ده بحيث اللي هي تحكم الدخول والخروج على البوابات بيان باسم جمعه الاراده الشعبيه ووحده الصف، وتؤكد على استمرار التوافق والاجماع الوطني الذي كان سببا رئيسيا في نجاح الثوره، مع التاكيد على ان هذه الجمعه لن تشهد تنازعا بين اي من القوى السياسيه المشاركه. بس حتى لو في بعض رفض منصه او اثنين هيتم استيعابهم بشكل او باخر من مجموعات الامن الداخليه اللي جوه الميدان، هتشوف لو حصل حواليهم مشاكل او كده هيتم استيعابها بشكل او باخر.